مسيرتنا الى الشارع احمد بورقيبه الاخ حسين عباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل. وفي تحقيق الرفاه وان قوتهم في وحدتهم وان بامكانهم ان يكونوا مؤثرين في مجريات الاحداث وترفا اساسيا في تحدي اوضاع بلدانهم وانهم قادرون على وضع حد لغطرسه راس المال ومحاولاتهم المتكرره لابتزاز عرق الشغالين وحقهم في الحمايه والعيش الكريم. فالمجد والخلود لعمال وعاملات شيكاغو الذين سكروا لنا طريق الانعطاف والحرية وفتحوا لنا أبوابا واسعة لمراقبة المكاسب والحقوق. يا عمال تونس الأحرار، يا أبناء الاتحاد الأوفياء، لقد حملنا مؤتمر برقة الذي جسد وحدة منظمتنا وثبت صمودها على المبادئ وتكريسها لاستقلالية العمل النقابي، ولن نسير وراء أي أحد كيفما كانت قوته وجبروته. قلنا احنا اليوم هيد الشغل هبطنا باش نضامنوا مع الشغالين، باش نحتفلوا معهم، باش نقولوا للشغالين للتونس الكل كحزب جمهوري اللي احنا مع مطالبهم في تحسين في الاجور، في ترفيع المقدره الشرائيه، في الضغط على الاسعار، في مطالبهم ايضا من اجل الحريه، من اجل الدستور الديمقراطي، من اجل تحديد موعد الانتخابات. لكن هيد الشغل مش فقط للناس اللي عندها شغل، ايضا زاد باش نعبروا على تضامننا مع المعطلين على العمل وعلى حقهم في الحصول على شغل. هو الحل، أمريكا لا تطر، فوز بس قفزة هو الحل.
عاملين العام البارح في شمس افام سيلو سؤال يا استاذ سيلو سؤال قالوا علاش يغلب على اتحاد اليسار قال لان الاتحاد اسسه اليسار هذا كذب محض هو اللي قاد الحركه الوطنيه الاتحاد العام التونسي لشغل تونس اسوه ازواتنا ما اسوش شغل حريه كرامه وطنيه عيد العمال هنا ثم تو اكثر من 30 مضرب عن الطعام في امام مقر وزاره التشغيل هذا اللي نقول عيد العمال فهمت نحن نطالبوا الاتحاد الشغل يتدخل يلعب دور الحكومه هذه نحن صرحنا في برشا وسائل اعلاميه وبيان باش يصدر ليله هذه الحكومه هذه اذا كان ما تعاملش معنا بشكل جدي سنتجه الى القصبه والحد لدنا في التعامل ما عادش مع سيء الذكر عبد الوهاب معطر هو التعامل مع رئيس الحكومه راسا حمادي جبلي